أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من برنامج مصر النهاردة. الأسبوع الحقيقة اللي هيبدأ بسباق التطبيع، سباق التطبيع اللي شغال في العالم العربي وعامل زي السكين اللي عمالة تقطع في جسد الأمة العربية والإسلامية، مع كل اتفاق جديد، مع كل صورة لمسؤول عربي مع مسؤول صهيوني، مع كل فيديو الفنان عربي مع الصهاينة. العالم العربي الحقيقة بينزف. عدنا مرة أخرى وعاد التاريخ إلى ملوك الطوائف. مرة أخرى الأخ بيستعين بالغريب على أخوه. بننزف غضب وحزن وأسى على وعي الأمة العربية اللي لا تتعلم من تاريخها وعلى شهدائنا. الغريب في سباق التطبيع الأنظمة العربية مع الصهاينة حاجتين مهمين جدا. أولا أنه جاي رغم إرادة جماهير الأمة العربية اللي أصلاً كره قبول مجرم الحرب وسارق الأرض. أما الملحوظة الثانية فهي أنه تقريباً التطبيع ده ثمنه زهيد جداً وأحياناً بلا ثمن، زي ما هنشوف مع بعض. امبارح جات لنا الطعنة الجديدة من هناك، من بلد الأحبة، من البلد الطيبة، من الحقيقة البلد اللي ماسكة ملف القدس، من المغرب. التطبيع، خبر المغرب دخلت في تطبيع مع دولة الكيان الصهيوني. التطبيع، ترامب يعلن المغرب أحدث دولة توافق على تطبيع العلاقات مع الصهاينة. واشنطن الحقيقة في المقابل ده اعترفت بسيادة الرباط أو المغرب على الصحراء الغربية. لمن لا يعرف يا سادة، بين الجزائر والمغرب خلاف، إذا كنا بنتكلم على أنهم أشقاء فبينهم خلاف على منطقة في الوسط اسمها الصحراء الغربية أو الصحراء الكبرى. المنطقة دي عليها خلاف بين المغرب والجزائر، فيبدو أن إدارة المغرب استعانت بالصهاينة أو دفعت القدس وفلسطين تمن لحفنة من الرمال. يبدو واضح جدا أن ترامب عامل زي التاجر اللي عمال يعقد صفقات ويشوف كل بلد إيه اللي محتاجاه ويدهولها مقابل التطبيع مع الصهاينة. وعشان كده في سباق على الحصول على العروض بتاع ترامب، زي ما بتقول الصحف الصهيونية تمن التطبيع. نشوف في الصحيفة دي مصادر إسرائيلية تتوقع تزايد التطبيع أملا بمزايا ترامب. الراجل تاجر نازل بشوية بضاعة والدول العربية عمالة تجري، كل اللي له مصلحة في حاجة يروح لترامب يقول له أنا أطبع، ممكن أطبع، تديني إيه؟ وللأسف أسلوب الصفقات ده هو اللي حاولوا بمرور الوقت قبل كده يعملوه معانا من ايام كامب ديفيد. خلينا نشوف في الموشن ده ثمن التطبيع، نشوفه كده. ثمن التطبيع، نشوف خدنا ايه من التطبيع اللي خليته القرعه تخدم الشعور. في 17 سبتمبر 78 تم اتفاق كامب ديفيد بين مصر ودوله الاحتلال. في المقابل تنسحب اسرائيل من سيناء وتتقسم الى ثلاث مناطق، الف وب وجيم. ده كان الاتفاق في 78. وكان في كلام تاني على اتفاق بعد كده وادي عربة بين الأردن والاحتلال الصهيوني، في المقابل ترسيم الحدود وإنهاء التوتر العسكري. ده في 94 وادي عربة. وبعد كده كان أو قبل كده لا كان قبل كده بقى في اتفاقات أوسلو 1 و2. خلينا مع العرب. الاتفاق اتفاق سلام في سبتمبر 20 بين كل من الإمارات والبحرين وبين الاحتلال. المقابل إيه بقى؟ بلا تمن، فيش أي حاجة. في 23 أكتوبر اتفاق مع السودان يعلن التطبيع مع الاحتلال. في المقابل ترامب قال لهم هرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. طيب حلو جدا، هنشوف ده بعدين. بعد كده هنشوف في 10 ديسمبر 20 الاتفاق المغربي يعلن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. المقابل ترامب بيعترف قال إيه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. حاجة حلوة قوي. خدنا ايه بقى من اول 78؟ ولا حاجة. والله ولا حاجة بجد، ولا حاجة. اسألوا المعارضة الصهيونية. لكن هنمشي معاكم في الاخر، محدش خد حاجة غير الكلام المعسول. لا سينا اتعمرت، ولا احنا اصلا خدنا سينا، عملنا فيها بس شوية شاليهات ومنتجعات، لكن سينا اللي هي البلد اللي هي حوالي يعني تلت مساحة مصر ما عملناش فيها حاجة. الوعود اللي بتتكلم عليها ترامب دي ممكن تنسحب في اي وقت، بدليل انه حتى روسيا النهارده اتكلمت على انه مش من حق ترامب انه يعترف بسياده المغرب على الصحراء الغربيه.
ادي كمان بوست لصحفي مغربي بيقول بيحذر من التعامل مع وعود ترامب. بيقول الراجل اهو: تريد ان تتحدث بهدوء وبمنطق البراغماتيه والمصلحه العليا للوطن، فلا نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم، ان تكون طازه قبل غزه. حسنا، دعنا ننتبه الى هذه النقاط. القرار الامريكي بالاعتراف بمغربيه الصحراء وفتح قنصليه في الداخله جاء عبر تغريده لترامب على تويتر. هل تعول فعلا على تغريده ترامب؟ الرجل الذي يعلن عن فوزه بعد خسارته، أي سند قانوني لهذه التغريدة ولهذا المرسوم؟ ما هي الضمانات الإلزامية للإدارة الأمريكية المقبلة؟ هل نسيت دور الكونغرس ونفوذه؟ دعنا نتصور أن الأمر محسوم وأننا قد كسبنا القنصلية الأمريكية والاعتراف الأمريكي بسيرتنا على أراضينا. هل تثق فعلا في الحليف الأمريكي كحليف استراتيجي لك؟ نعلم جميعا أن الإدارة الأمريكية تتصرف بمنطق الحليف المؤقت كتقضي غرض وتمشي حالها. اسأل صدام حسين ومبارك مثلا، وإذا لم تصدقهما فاسأل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا والصين وإيران. فهذه الدول القوية جدا والأقوى منك جدا 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 قد وقعت اتفاق بشأن النووي الإيراني بعد مفاوضات طويلة عريضة بمشاركة أمريكية، قبل أن تقلب بالأخير الطاولة على الجميع وتتركهم في ورطة كبيرة. قلب الطاولة جاء عبر تغريدة كذلك، وزيد عليها اتفاقية باريس للمناخ. تخيل معي هذا المشهد: يفتح العم سام قنصلية ويعترف بمغربية الصحراء ونغني جميعا هابي بيرثداي تو يو، ثم نستيقظ يوما على قرار بسحب هذا الاعتراف أو غلق القنصلية، ربما بعد شهر أو سنة أو 10 سنوات. كيف ستتم قراءة هذا المشهد؟ طبعا سيراه العالم على أنه تشكيك في شرعية وجودنا على أرضنا. طيب، هل أنت مستعد لهذا السيناريو؟ ما وسائل الرد التي معك ووسائل ضمان استمرار الموقف الأمريكي لصالحك؟ ستقول لي: لا تقلق، إذا تراجع الأمريكي سأهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل. وهنا الحصلة بالضبط، لأنها أولا إسرائيل قرت الغرض، وستكون لا محالة قد انتقلت من التطبيع معك إلى تطبيع آخر أهم منك، أو ربما قد تجاوزت الحاجة إلى التطبيع أصلا. أضف إلى ذلك سؤال مهم: هل أنت قادر أصلا على مواجهة قرار أمريكي والتفاوض عليه؟ وقد تسمع يوما هذه الجملة: اسكت أو سأسحب الاعتراف. ففي السياسة الدولية دخول الحمام ماشي بحال خروجه. هل تتفق الآن مع الصحفي المغربي محمد الشرقاوي الأستاذ في جامعة جورج ميسن في واشنطن عندما وصف هذا الاتفاق بالاتفاق المسموم؟ ده كلام عاقل جدا. طب أنا عايز أنت دليل مني، أنا بكلم الإخوة المغاربة أو الإخوة المصريين أو الإخوة في أي داهية سودة اللي فرحانين بالتطبيع، اللي بيقولوا إحنا مش فلسطينيين أكتر من الفلسطينيين، اللي بيرددوا مع الشعب مع الناس يعني إن الشعب الفلسطيني باع أرضه أصلا. كل الكلام اللي اتسمع من سنة 39 لحد النهاردة ملوش أي 30 لازمة. أنا هثبت لك دلوقتي إن الصهاينة ما لهمش رأي خالص، ما لهمش كلمة. هديك مثال واحد: تعرف إيه بنود اتفاقية كامب ديفيد؟ اسأل نفسك، مصر حافظت على الاتفاقية دي أكتر ولا إسرائيل؟ أنا أقول لك مصر. اسأل نفسك: اتفاق أوسلو 1 و2 الفلسطينيين حافظوا أكتر على الاتفاقية ولا الصهاينة؟ أنا بقول لك الفلسطينيين، ساعة غزة أريحة أولا. اسأل نفسك: اتفاق وادي عربة، الأردن حافظت على الاتفاق أكتر ولا الصهاينة؟ أنا بقول لك الأردن. الكلام بقى ده للدول اللي كان قدامها حاجة، أما الإمارات دي فدولة أصلا انتهت، دولة راحت طبعت بلا مقابل. نشوف بقى دولة زي السودان. السودان قالوا لها: عايز نشيلك من قوام الإرهاب، طبعي مع إسرائيل. جيروا العسكر السودانيين الجهلة ومن غير أي ضغط ولا غير أي مساومة راحوا مطبعين مع إسرائيل. خد الخبر ده بقى أهو: سحب قرار سحب السودان من قوام الإرهاب متعطل وطلبات تعويض جديدة. الله الله الله، أو على رأي الأتراك الله 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 الله. يعني أنا وعدتني بالحلق، خرمت أنا وداني، يفترض أن يتم سحب السودان رسميا من اللائحة الأمريكية للدول الرعاية للإرهاب خلال أيام، لكن الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانونا يخضع حاليا لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي في ظل مطالبات جديدة للسودان بالتعويض. الرئيس الأمريكي كان أعلن أنه سحب الخرطوم من اللائحة
وبالتالي رفع العقوبات عنه. والقرار الصادر مش عارف ايه بان السودان تدفع 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات بتاع سبتمبر اللي ارتكبتها نظام القاعده ضد السفارات، سوري مش سبتمبر 98 ضد سفارتي الولايات المتحده في كينيا وتنزانيا، واسفرت عن مقتل 200 شخص على خلفيه من السلطات السودانيه كانت تأوي زعيم التنظيم اسامه بن لادن. اولا الكلام امريكي، هي امريكا اللي قالت طالما انتوا يا سودانيين اللي كنتوا بتقوا اسامه بن لادن والقاعده هي اللي خططت تدمير السفارتين يبقى انتوا المسؤولين، بدون اي سماع حتى لوجهه النظر السودانيه. فاصبح امريكا هي القاضي وهي الجلاد، وحطت السودان من ساعتها في العقوبات. النهارده جاء ترامب قال لك في اكتوبر بص يا السودان تطبعي مع اسرائيل ارفعك من القوائم دي، طبعت وجري العسكر الجاهل طبعه. النتيجه بقى ايه؟ ان ده كان كلام في الهوا، طق حنك. قال لك لا ده في تعويضات مفروض تدفعها السودان لضحايا العمليه دي. طلع ترامب النهارده قال لك ايه؟ ترامب يعرض 700 مليون دولار لضحايا سبتمبر لانقاذ صفقه السودان. لما تسمع الكلام ده قوله تعالى قابلني. هقول لك ليه بقى، هقول لك ليه بالراحه بس عشان ما حدش يقول لك انت عبيط. اذا كان ترامب اصلا هربان من الضرايب اللي عليه، ترامب الرئيس الامريكي هربان من الضرايب بتاع شركاته، الضرايب بتاعته بتاع الشركات اللي كسب فيها، هيروح يدفع للسودان 700 مليون دولار؟ يا راجل ده الضرايب اللي عليه اقل من كده بكتير، ومع ذلك تهرب منها وعليه قضيه ضرايب بنت لذينه. دلوقتي هيروح يدفع لاجل خاطر عيون السودان 700 مليون دولار لاسر الضحايا. على فكره التعويض ما هو 700 مليون بالمناسبه، التعويض حوالي 335 مليون تقريبا، انما هو قال لك هدفع 700. ما هو كلام، اي كلام، اي كلام في البدنجان. اما الدول بقى اللي مش بتقبل المزايا ومش بتجري ورا الخيانه بالمشوار، فالحل الثاني هو الضغط عليهم بالحصار والمساومات، سواء في الشرق العربي او في الغرب العربي. خد عندك اهو نروح للشرق، ضغوط امريكيه على قطر، على قطر، ضغوط امريكيه على قطر تطبيع مقابل مقاطعه. بيلعب التاجر بتاع العقارات ترامب نفس اللعبه مع قطر، ايه رايكم اخلي لكم كل الدول دي تغير وتلحس اتفاقاتها وكلامها عن الحصار بس انتوا طبعوا مع اسرائيل، ايه رايك يا قطر؟ ايه رايكم انا هخليهم بكره يسحبوا ال 14 طلب بتاعهم بس انتوا وقعوا مع اسرائيل؟ ادي الشرق مع خلاص حصروا قطر. نروح بقى الغرب، الجزائر، الصهيونيه قرب حدودنا، ده تصريح جزائري على لسان احد الاخوه الجزائريين، الصهيونيه قرب حدودنا، اول تعليق جزائري على تطبيع الرباط. الحقيقه أخرج هذا الرجل الدبلوماسي وقال بالنص ما تعليق الجزائر على التطبيع، قال لك إن اعتبرته محاولة لوضع الصهيوني على حدودنا. بس كده بقى في الشرق دولة قطر هتتحاصر وهتفضل محاصرة ومهددة بالحصار ما لم توقع تطبيع مع كيان الصهيوني. في الغرب الجزائر خسرت الصحراء الغربية عشان انت رافضة التطبيع، لكن هتفضل دايما حسابات الأنظمة الفاسدة مختلفة الحقيقة عن الشعوب. الأنظمة فرحانة بالتطبيع، واللي مش بيشارك في الخيانة يا إما بيسهل لها أو بيرعاها أو بيباركها أو بيأيدها، زي الخبر ده. الاتفاق المغربي الإسرائيلي تم أهو، المملكة لعبت دورا كبيرا في التطبيع بين إسرائيل والمغرب. السعودية شغالة قوادة، السعودية شغالة مقاول تطبيع، السعودية لحد دلوقتي لسه بتساوم على عرش سلمان ان محمد يبقى قبل العرش يطبع ولا بعد العرش، بتزق غيرها انه يطبع. مش بس كده، السيسي كمان كان اول مباركين بالتطبيع زي ما نشوف في الجراف ده اهو. الامارات 13 أغسطس أول واحد بارك كان السيسي. البحرين 11 سبتمبر كانت أول واحد بارك السيسي. السودان 23 أكتوبر كان أول واحد بارك السيسي. المغرب أول واحد طار السيسي. ما شاء الله. عشان كده كاريكاتير التطبيع ده بتاع ملوك الطوائف دول
هو الحقيقة المعبر عنهم التطبيع. ادي البحرين، الإمارات، وادي اللبس أو الزي التراثي المغربي، ورا بعض ورا بعض إلى الهاوية. يا حضرات، حسابات الشعوب مختلفة تماما، لأن الأرض اللي اتسرقت أرضهم، والشهداء اللي ماتوا في بحر البقر وفي 48 وفي 56 وفي 67 وفي 73 كانوا ولادهم. والعدو بالنسبة للشعوب واضح، أنا مش بزايد، مهما كان مش هتقبل إنك تحط إيدك في إيد صهيوني. أنا مش هزايد عشان ما تقوليش أنت بتزايد عن الموضوع. اسمع المنتج جمال العدل بيكلم على موقف المطرب أو الممثل موقوف، قال إيه عن الشعوب والأنظمة السياسية؟ نسمع كده. في الأخبار ما عادش نسمع لحد أصلا، يعني نسمع لدماغه، وده في حد ذاته حاجة شرطيمة جدا، لأنه من الأول بيسمع للأكبر منه بيستوعب يعني. إنما طبعا هو اللي عمله حتى ردود أفعاله عليه يا مرة ما معرفش وانا يبيني الانسان وانا ما بعدنا مش عارف انا كنت عارف، دي تخليك تقول ان هو لو يفهم طبعا ان اللي عمله على مستوى الحكومات الناجحه على مستوى الشعوب حاجه تانيه، تحديدا احنا الشعب المصري، عشان عندنا ناس شهداء في كل حته بتهفز يعني، ممكن تبقى الحكومات بتشتغل في وسط اتفاقيات وحاجات. انما احنا الكلام اللي بيقوله الاستاذ جمال عدل ده تختلف تتفق معاه، لكنه كلام منطقي. الحكومات تعمل اللي عايز يعمله، لكن على مستوى الشعب لا. ولو في الشعب ناس مش فارق معاها حاجه يعني، دول شويه بهايم بيعيشوا في اي عصر وفي اي وقت. دول زي المسلمين اللي كانوا عايشين في اسبانيا وفرحانين بملوك اسبانيا والقوات الاسبانيه وهي داخله تنصر الاخ على اخوه، دول عادي. دول زي اي المصريين كانوا عايشين في وقت الانجليز وكانوا بيبوسوا جزمه العسكري الانجليزي وشايفين ان جوازنا او علاقتنا بالانجليز جواز كاثوليكي مفيهوش طلاق. دول عادي. الفئة دي موجودة في كل عصر ما تقلقكش. لكن الفئة الحقيقية، الشعب الحقيقي زي ما قال جمال العدل كده. الشعب الحقيقي العربي كله عارف إيه هي فلسطين. وعارف إنه عدوه هتظل إسرائيل. شوف اتفرج على جماهير الرجاء المغربي وهي بتغني لفلسطين. مهما علي او يعني الحقيقه لمعوا الاصوات اللي زي محمد رمضان، لكن هتفضل صوت الشعوب كده زي صوت جماهير الرجاء المغربي. ولو الشعوب دي بس عندها شويه حريه كنت تتفرجوا عليها في الشوارع وهي بتندد بالتطبيع السوداني الاسرائيلي او الامارات الاسرائيلي او المغربي الاسرائيلي. انما الحقيقه اكبر دليل على الشعوب زي ما هي رشيد غلام الفنان المغربي اللي ابن المغرب المغرب يعني، خرج على طول بعد توقيع الاتفاق قال اللهم إني أشهدك أنا رشيد غلام، راجل يعني عايز يخلص ضميره، وكل أهلي وزوي أننا لا نرضى هذه الخيانة ونكره صانعيها ومن رضى بها ونلعنهم إلى يوم الدين، ونشهدك أن فلسطين قضيتنا لن نتنازل على حبة رمل منها ونسعى في تحريرها إلى يوم الدين. ده رد مواطن اسمه رشيد غلام. كل اليهود الذين يسكنون في أرض فلسطين المقتصمة هم صهاينة أعداء لنا دينا وعقلا وقانونا، سواء كانت أصولهم من المغرب أو من أي بلد آخر.
ومودتهم حرام وخيانة لله ورسوله والمؤمنين. رشيد غلام. الخلاصة يا حضرات أن عمر ما الخير هيجي الحقيقة من وراء التطبيع. لا مصر بعد ما طبعت بقت سمنة على عسل بعد اتفاقية كامب ديفيد، ولا الأردن مشاكله اتحلت بعد ما عمل اتفاقية وادي عربة، ولا الفلسطينيين طالوا أي حاجة بعد اتفاقية أوسلو 1 و2 بتاعت غزة أريحة أولا، ولا السودانيين حتى الآن استفادوا ولا هيستفيدوا أي حاجة من التطبيع. الخلاصة إسرائيل الحقيقة الدولة اللي قامت بسبب أو على جهاز مخابرات، وخدها مني عشان ما حدش يجادلك فيها، وأنا على استعداد تحدي حد فيها. كل الدول اللي في العالم اللي انت شايفها دي قبل وبعد قامت دولة على شعب وأسست أجهزة أمنية، إلا إسرائيل جهاز أمني أسس دولة. خدها مني بس وراجع تاريخ الصهاينة. هذه الدولة قامت في الأساس على جهاز أمني، جهاز مخابرات أمني قوم الدولة اللي انت شايفها دي كلها. عشان كده إسرائيل مهتمة باختراق العرب وبتفرض واقع في الشرق والغرب مع الأنظمة اللي ما بتثبتش حاجة غير الوعود والكلام. لكن الشعوب ليها حسابات تانية خالص. الشعوب الحقيقة عارفة زي ما قال جمال العدل كده، انتوا هتجاصوا فوق براحتكم لكن احنا تحت، صوتنا مش مسموع لكن عندنا مشاعر، عندنا قيم، عندنا مبادئ. اللي لخص القصة دي كلها الشاعر الكبير نزار قباني. نزار قباني له قصيدة حلوة قوي في القصة دي. نزار قباني بيتكلم عن المواطن العربي وبيقول عن المواطن العربي على لسان المواطن العربي، بيقول: لا أحد يعرفنا في هذه الصحراء، لا نخلة لا ناقة لا وتد لا حجر لا هند لا عفراء، أوراقنا مريبة أفكارنا غريبة، فلا الذين يشربون النفط يعرفوننا ولا الذين يشربون الدمع والشقاء معتقلون. نحن معتقلون داخل النص الذي يكتبه حكامنا، معتقلون داخل الدين كما فسره إمامنا، معتقلون داخل الحزن وأحلى ما بنا أحزاننا، مراقبون نحن في المقهى وفي البيت وفي أرحام أمهاتنا، حيث الحقيقة تلقتنا وجدنا المغبر، وجدنا المغبر السري في انتظارنا، يشرب من قهوتنا، ينام في فراشنا، يعبث في بريدنا، ينكش في أوراقنا، يدخل من أنوفنا ويخرج مع سعالنا، لساننا مقطوع ورأسنا مقطوع وخبزنا مبلل بالدمع والدموع، إذا تظلمنا إلى حامي الحمى قيل لنا ممنوع، وإن تضرعنا إلى رب السماء قيل لنا ممنوع، وإن هتفنا يا رسول الله كن في عوننا يعطوننا تأشيرة من غير ما رجوع، وإن طلبنا قلما لنكتب القصيدة الأخيرة أو نكتب الوصية الأخيرة قبل أن نموت شنقا غير الموضوع. معتقلون نحن